All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن أفضل وأهم ألغاز ولاية نيو أوستن. طبعا زي ما تعرفون ولاية نيو أوستن الصحراوية واحدة من أهم المدن اللي فيها إيستر إيجز وألغاز جدا رهيبة. فإن شاء الله في هذا المقطع راح نبحث في ولاية نيو أوستن وراح نذكر لكم أهم وأفضل الألغاز والإيستر إيجز. طبعا اي ايستر ايجز او لغز يعجبكم في هذا المقطع وتبون نبحث فيه له اكثر وننزل عنه مقطع كامل، اكتبوا لنا في قناة التعليقات يا لهبيين وان شاء الله ننزله باسرع وقت ممكن. فيلا نخش في المقطع. طيب اول ايستر ايج او لغز راح يكون المرأة الحمارة وانتو بكرامة. طبعا زي ما تشوفون اللي ظاهر لنا انها امرأة عادية جدا، لكن الغريب فيها انها براس حمار. طبعا روكستار حطت هذه المرأة في هذا المكان إشارة إلى جليتش غريب جدا حدث في الجزء الأول من اللعبة، والجليتش كان إنه بعض اللاعبين قدروا يركبون على كتف امرأة معينة والتنقل بها من مكان إلى آخر، والغريب جدا إنه الامرأة يعني حركاتها ووقفتها كانت شبيهة جدا بوقفة الحمار. شوفوا عشان تفهمون أكثر. This, ladies and gentlemen, is the donkey woman. Danny, if you would please zoom in on her face a little. Now, the donkey woman likes to take us places. As you can see, she's very fast on her feet. All right, hold on one second. Oh, okay, now okay. Come on. All right. Go, donkey lady, go. Take us to the place we've never seen. I'm gonna give her bucking off. صراحة جليتش غريب جدا، واللي أغرب من ذلك إنها جدا جدا سريعة، جدا سريعة فراري أقول لكم، يعني تقدر تنقلك من النيو أوستن إلى الساندينيس في 5 دقائق، جدا سريعة. فلذلك روكستار حولت هذا الجليتش اللي شفتوه إلى إيستر إيج معين في الجزء الثاني من Red Dead Redemption 2. صراحة شيء رهيب جدا من روكستار. ثانيا الرجل المشنوق. طبعا زي ما شفتوا هذا الشخص مشنوق في عربة معينة بشكل غريب جدا وغير مبرر. طبعا لو تلاحظون ترى في تابوت فيه له علامة صليب على الأرض، فهل تتوقعون هذا التابوت أو هذا الصليب له علاقة بالموضوع؟ ثالثا في شخص في ولاية نيو أوستن لما تجيه راح يدور حوار جدا جدا رهيب بينك وبينه، تعالوا نسمع سويا. I have been. Why? No offense. I just know the type. I done some myself a couple years back. And my brother, he's dead now, but he used to tell me stories about Red Harlow. Yep, you probably heard of him. Legendary bounty hunter bringing the savage outlaws of the frontier to justice. Man who watched his parents get murdered in front of him as a boy, but who uses that pain to become a better man and ultimately to wreak his vengeance. طبعا زي ما شفتوا هذا الشخص ذكر بطل لعبة Red Dead Revolver اللي هو ريد هارلو. طبعا هذا الشخص لخص قصة ريد هارلو من بدايتها إلى نهايتها بشكل مختصر وبإيجاز. بكل بساطة هذا الرجل قال على ريد هارلو إنه كان رجل طيب وفي له خير كبير جدا، وإنه كان صائد جوائز أو باونتي هانتر أسطوري وناجح جدا، وأضاف قائلا عن ريد هارلو إنه عاش طفولة سيئة جدا وطفولة مأساوية. Kid, I reckon your pa's better off dead. Him being such a yellow belly and all. لأنه في صغره شاهد أبوه وأمه يقتلون أمامه بدم بارد جدا.
طبعا هذا الشيء يعني ما دمر ريد هارلو أو حطمه أو حطم نفسيته، بل إنه استخدم هذا الموقف وهذا الشيء في تقوية نفسه وبناء حياته بشكل صحيح جدا. وريد هارلو فعلا نجح في هذا الشيء وأصبح من أساطير الكابوي وواحد من أنجح صائدي الجوائز في أمريكا بأكملها. صراحة ريد هارلو واحد من الأساطير. رابعا الشخص اللي يعبد الشمس. Hey, what you doing, friend? Wandering? Me too! Me too! What you wandering for? No idea. Man, me too! Me too! Oh, yeah, I'll see you around. Enjoy the sun. It's the one true God, you know. Helios. Nothing else matters. All else is lies. طيب زي ما شفتوا صراحة شخص غريب ومريب جدا، وشخص يعني ما يعرف ايش يبغى، بس يطالع في الشمس ويسلك لنفسه ويكذب على نفسه. طبعا هذا الشخص ترى تقابله 12 مرة في ولاية نيو أوستن، وكل مرة يعني تحصله في مكان جديد، وكل مرة تجي راح يدور حوار جديد بينك وبينه. طبعا الشخص واضح عليه انه يقدس الشمس او انه يعبدها. صراحة أمر غريب جدا ويخليك يعني نوعا ما تطرح أسئلة كثيرة. إذا تبون نبحث عنه أكتبوا لنا في خانة التعليقات. خامسا الطائرة المحطمة في ولاية نيو أوستن. أيضا روكستار حطت هذه الطائرة المحطمة إشارة إلى أحد المهمات الجانبية اللي تسويها في الجزء الأول من اللعبة. وبكل بساطة في هذه المهمة أنت تساعد شخص معين في صنع هذه الطائرة. تعالوا نشوف سويا. What are you doing out here? You know, I'm trying to capitalize on the stiff upward breezes in this region to launch my first ever flight. You're gonna try to use that crazy thing to fly? I'll be soaring like an eagle, or my name's not Charles Kinnear. I'd leap off now, only it seems like I need more adhesive to keep the wings together. What kind of materials are you talking about, Charles Kinnear? I need a bunch of bird feathers, doesn't matter what kind, along with a parcel of beaver hides to boil down, along with some red sage to make it all pliable. Okay. I think I can find all that stuff. I'll be back, Charles. Hey, Kinnear. Oh, hello again, sir. Oh, you are kind. Thank you for bringing me these materials. And I, Charles Kinnear, will now demonstrate here the miracle of flight. Into the wild blue yonder, Marston. Oh dear. طبعا زي ما شفتوا اسم هذا الشخص هو تشارلز كينير، وتشارلز كينير طلب بعض الموارد والأشياء اللي يحتاجها عشان يطير هذه التحفة الفنية، وفعلا جون مورستن وافق انه يساعده وراح يجيب له هذه الأغراض والأشياء. طبعا بعد ما تجيب الأغراض اللي طلبها لتشارلز كينير، الآن راح تيجي اللحظة الحاسمة واللي فيها راح يطير بهذه التحفة الفنية. طبعا زي ما شفنا سويا تشارلز كينير قدر يطير بهذه الطائرة وكان فرحان جدا وجدا مبسوط، لكن بعد ما بعد شوية على طول طاحت هذه الطائرة وطاحت بشكل مخيف وفظيع جدا. طبعا ماني متأكد بنسبة 100% انه تشارلز كينير مات، ممكن مات وهذه هي النسبة الاكبر، وممكن او في احتمال اخر انه تشارلز كينير باقي حي، لكن غالبا ترى مات لانه المنطقة جدا عالية. واللي اكد لنا انه هذه الطائرة اللي في Red Dead Redemption 2 هي تبع تشارلز كينير، انه ترى اسم تشارلز كينير مكتوب على الطائرة زي ما تشوفون في الجيم بلاي. فصراحة شيء جميل جدا من روكستار انها حبت تضيف تشارلز كينير وطائرته في Red Dead Redemption 2، شيء رهيب صراحة. البيت المتفجر.
طبعا هذا البيت لما تقرب منه على طول راح ينفجر بشكل كبير جدا بدون أي أسباب واضحة. وصراحة هذا الإيستر إيج واللغز جدا جدا رهيب ويبغى له مقطع لحاله ونفصل فيه بشكل كامل لأنه إيستر إيج زي اللهب. ما نبى نحرق أكثر من كذا، راح نتركه في مقطع لحاله. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن الإيستر إيجز وأي إيستر إيج يعني عجبكم وتبغوا نبحث فيه أكثر وأكثر وأكثر، اكتبوا لنا في خانة التعليقات. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.